بيعانوا السوريين بتركيا بشكل عام من مشكلة اللغة، لأنه إتقانها ضروري لإيجاد فرص العمل أو للتواصل والمعاملات اليومية. بنت الشمس اللي رح نحكي عنها اليوم هي واحدة من السوريين بتركيا يلي عانوا لحتى قدروا يتعلموا ويتقنوا اللغة. بس غفران دودان المقيمة بمدينة كيلس جنوب تركيا ما اكتفت بتعلم اللغة التركية، إنما كملت وصارت تتعلم اللغة العربية للنساء التركيات بالمدينة. غفران دودان وصلت لتركيا من 5 شهور وعمرها 37 سنة. طبعاً بالبداية عانت وهي عم تدور على فرصة عمل بسبب اللغة، وكانت تتمنى تشتغل بنفس مجال شغلها بسوريا يلي هو إعطاء دروس محو أمية للمسنين. بس هيك شغل كان لابد من إتقان اللغة التركية بشكل جيد جداً لحتى تقدر تحصل عليه، فأصرت إنها تتعلم اللغة بأسرع وقت ممكن. وفعلاً بلشت دودان تدرس والتحقت بدورة بمركز أصل روحي زادة للتدريب المهني للنساء، وقدرت تتقن اللغة بزمن قياسي، وإجتها فرصة عمل بنفس مجالها واختصاصها بمبنى تأسيسات البلدية. وما اكتفت غفران دودان بهذا الإنجاز، على صعيد تاني بلشت تعمل دورات تعليم لغة عربية للنساء بمدينة كيلس اللي عندهم رغبة بأنهم يتعلموا هاللغة، علماً أنه في كتير من الأتراك عندهم رغبة يتعلموا اللغة العربية للتواصل مع السوريين اللي صاروا موجودين بكثرة ببلدهم، ولتدارك المشاكل اللي ممكن تصير بسبب سوء التفاهم وعدم وجود اللغة المشتركة. وهيك قدرت بنت الشمس غفران دودان مو بس إنها تتمكن من اللغة التركية خلال فترة قياسية، لا، وإنها كمان تكون مدرسة للغة العربية للنساء التركيات.